اتفضل كده. لو هنكتب محمد ده هتكتبها الاول بايه؟ هكتبها الأول بالديواني مثلا. اه اتفضل. تمام، انا هستأذنك بس استاذ مدني اشوف هنا لو ممكن. شكرا يا استاذ مدني. هنا هنا حرف الميم مش مفتوحه يا استاذ اسلام طبعا. مطموس، مطموس، بنسميه مطموس. مطموس بالظبط. حرف الدال برضو واخد شكل ربما البعض يتخيلوا ان هو راء، بس هو مش راء طبعا. هو مش راء، الراء هيبقى ليه شكل تاني في الخط ده، هو بس لان الخط مش مشهور. طب يعني لو اخترنا كلمة في حرف الراء، طب ماشي ماشي، يعني هكتب ننتهي من مثلا، محمد الأول. تمام، اكتب كلمة ده تانية في ده حرف ده الراء. ده عبد الرحمن مثلا. ماشي، هيبقى فيها الراء، الراء الراء. وال اه تمام، اكتبها بنفس الخط. هو طبعا الصوت ده مسموع، ده صوت حركة القلم الصوت طبعا ده الإدمان بقى بتاع بتاع الخط، انت طبعا هو ده انت الإدمان بتاع الخط. دي الدال تاني، دي هو الدال دي الدال تاني بنفس الشكل الموجودة في محمد. بالظبط، هفرق لك بينهم لما اكتب الراء. الراء. بس يعني انا زي ما قلت لحضرتك ربما كل حرف فيه جماليات يعني، بالظبط، التخن ودي والرفع. ودي حاجه برضو لحكمه ما علمها الله انه اللغه العربيه ليها الشكل الجمالي ده. تمام. في لغات تانية بتكتب بنفس الحروف بتاعتنا دي والخط العربي، زي الفارسي مثلا، زي التركي، بتكتب بالحروف العربية. بالحروف العربيه. احنا دلوقتي بنكتب العربي بالانجليزي. انا احتفظ بالورقه دي انا يا استاذ اسلام تمام، بعد اذنك. اتفضل. ايه دي جت علي. الفرق بقى بين الدال والراء ان الدال ليها انطره لفوق وبعد كده بتنزل. بس هي واخده نفس الامتداد بالظبط، اعتقد او شكل الراء، الامتداد. الراء بتنزل على طول. طب انا ملاحظ انه الخط اللي حضرتك حاطه اتفضل. الكتابه فوق الخط ما الخط الديواني برضه ليه قواعد بالنسبه للخط، لازم يكون فوق الخط. فوق الخط ما عدا حروف معينه، حروف كلمة جمعة، الجيم جمعة والجمعة، الجيم والميم والعين والتاء. دول تحت الخط. بالظبط. طب والجيم فرقت ايه عن الحق؟ لا، الحق الجيم النهائية اللي في آخر الكلمة. زي مثلا الحج مثلا، مثلا فلازم تنزل لازم تنزل لتحت لتحت. عشان الكسر بتاعتها. تمام. لكن انت مثلا في كلمة عبد الرحمن هل اتفضل. ليك ان انت تضيف انت من عندك وتعمل الحاء الحاء لتحت اعمل الحق. ممكن، لا، وتطلع بالميم من كل فوق، الاحتمالات دي موجودة برضو في ان انت الخط. يعني بتشكل انا او تجود انت في شكل الحرف يعني. بالظبط، يعني انا ممكن، احنا ممكن بدل نكتب، اكتبها لك بشكلين مختلفين، الحاء مع الميم مع النون. دي الحاء مع الميم مع النون اهي، وممكن تتكتب كده. على فكرة الزملاء بره كل واحد عايز حضرتك تكتب له اسمه يعني خلص اكتب له، مفيش مشكلة. لا يعني بيقولوا لي تمام، ده خدت شكل تاني مختلف خدت تماما. شكل تاني ومن نفس الخط. الله ينور الله تمام، ينور. ده كده الخط اللي هو الايه؟ ده الديواني. الديواني. طيب اختار حضرتك بقى اسم انت تاني عشان ما مفيش مشكلة. حابب اسم ايه تاني يا محمد يا مدني؟ انت قلت احنا اخترنا الخط الديواني والخط هنكتب مثلا نسخ. الناس خليها محمد تاني برضو عبد ماشي، الرحمن او شوف الاسهل بالنسبة لك. هنا انت محتاج خط تعمله برضو ولا هو انت انا بتاخدها المفروض كده اعمل خط بس باحساسك؟ انا هاخد.
ده النسخ مش كده؟ ده النسخ المتعارف عليه. ده العادي اللي كلنا عارفين، او كلنا او معظمنا بيكتب بيه، اللي موجود في الكتب او موجود في القرآن. محمد مرة تانية، الخط التالت ايه بقى؟ هنكتب مثلا يعني انا عايز حضرتك تختار شكل كده، مشكلة الخط ممكن يكون فيها اشكال جمالية. الديواني الجلي. طب معلش هات اللوحة دي على جنب عشان الحبر ما يضيعش. ايوه خليها جنبك. ايوه تمام. اللي هو ممكن يكون فيه شكل من اشكال الزخرفه. تمام. محمد بقى هتكون ايه بقى؟ اكتب محمد ايه؟ لا انه يعني هتكتب بايه دلوقتي؟ الديواني الجلي. الديواني. الديواني اللي انا كتبته ده. اللي انا هكتبه دلوقتي اسمه الديواني الجلي. الجلي؟ الجلي. كلمه الجلي الواضح. الجلي او الواضح. الجلي. انت هشتت ذهنك لو انا كلمتك وحضرتك بتكتب؟ لا ولا؟ لا. طيب الحاجات دي حضرتك درستها في المعهد طبعا. درستها في المعهد كام سنه؟ 4 سنين. 4 سنين. المفروض بيبقى في سنتين في الاخر تخصص، بتخصص في خط واحد، بتدرس سنتين خط واحد بس. ايه المواد اللي بيتم تدريسها في المعهد؟ الخطوط اللي انا ذكرتها زائد اللغه العربيه. ندرس لغه عربيه نحو والكلام ده عشان التشكيل. طبعا الخطاط لازم هيشكل، فلازم يشكل صح. بس بس كل سنه يعني بتاخدوا الحروف مكتوبه بالاشكال بتاعتها في كل سنه؟ اولى المفروض بندرس الحروف منفصله في سنه، في كل انواع الخط، في كل انواع الخط. في سنه تانية بندرس تشبيك حرفين مع بعض. يعني الباء مع الباء، الباء مع التاء وهكذا. طب انا مش عايز اعطلك عشان تركز في، احنا بنكتب محمد برضو مره تانية. محمد ايه مثلا؟ الحرف الدال برضه واخد نفس الشكل. لا الشكل التاني كان نازل مرسل، تاخد بالك؟ كان مرسل. صح صح تمام. بس قريب منه برضه. قريب منه. ما هو ده ديواني وده ديواني الجلي. بس ده ديواني الجلي مشتقين من بعض. وهتلاقي الديواني ده قريب للرقعه، لو بصيت لكلمه محمد هتلاقيه قريب للرقعه لانه برضه هو مشتق منه. الرقعه مشتقه من الديواني. طب احنا احيانا بنلاقي بعض الخطوط بيكون فيها زخرفه كتيره قوي. ده الخط الثلث. ثلث. ده صعب حضرتك تعمله لنا ده؟ اصعب خط. ده اصعب خط. ده المقياس بقى. ده لازم يكون فيه مقياس. لازم تجهيز وتسطير. تمام. طيب